في هذا العرض سوف نتعلم قسمة كثيرات الحدود، وفي بعض الأوقات تسمى هذه بالقسمة الطويلة، لكنك سترى ما الذي أتحدث عنه عندما نقوم بحل بعض الأمثلة. دعونا نفترض أنني أريد أن أقسم 2x زائد 4 على 2. نحن لا نغير من القيمة، بل نغير كيفية توضيح القيمة. إذن نحن نعرف بالفعل كيفية تبسيطها، لقد فعلنا هذا في الماضي. يمكننا أن نقسم البسط والمقام على 2، وبالتالي كم يساوي هذا؟ دعوني أكتبه بهذه الطريقة، هذا يساوي x زائد 2. إذا قسمت هذا على 2 يساوي x، نقسم 4 على 2 ونحصل على 2. إذا قسمت 2 على 2 تحصل على 1، إذن هذا يساوي x زائد 2، وهذا مباشر جدا على ما أعتقد. الطريقة الأخرى هي أنه يمكنك أن تستخرج العامل المشترك 2 من هنا، ومن ثم يتم حذف هذا، لكنني أيضا سأوضح لكم كيفية حلها باستخدام القسمة الجبرية الطويلة، وهو أمر مبالغ فيه بالنسبة لهذه المسألة، لكنني أريد أن أوضح لكم أنه لا يمنحنا شيئا جديدا. إنها ليست طريقة جديدة فحسب، وإنما هي مفيدة في المسائل الأكثر تعقيدا. لذا يمكنك أيضا أن تكتب هذا كالتالي: 2 تقسيم 2x زائد 4 كم يكون خارج القسمة؟ يمكنك أن تجري هذا بنفس الطريقة التي ستستخدمها في القسمة الطويلة التقليدية. ستقول 2، تبدأ دائما بعبارة الدرجة الأعلى، عبارة الدرجة الأعلى تقسيم 2، تتجاهل الأربعة. كم ناتج 2x تقسيم 2؟ حسنا، 2x تقسيم 2 يساوي x، وتضع x في منزلة ال x. x ضرب 2 تساوي 2x، وستطرح الآن كما في القسمة الطويلة التقليدية. إذن كم ناتج 2x زائد 4 ناقص 2x؟ إنه 4. ثم كم ناتج 4 تقسيم 2 يساوي 2 موجب 2؟ نضعه في منزلة الثوابت. 2 ضرب 2 تساوي 4، نطرح والباقي يكون 0. ربما أن هذا يبدو مبالغا فيه بالنسبة لهذه المسألة، والتي تعرف بالفعل كيفية حلها وتقوم بحلها بخطوات عدة. سوف نرى الآن أن هذه عملية قابلة للتعميم. يمكنك أن تقوم بهذا مع كثير حدود من أي درجة مقسوم على كثير حدود من درجة أخرى. دعوني أوضح لكم ما أتحدث عنه. دعونا نفترض أننا نريد أن نقسم x زائد 1 على x تربيع زائد 3x زائد 6. ماذا نفعل هنا؟ إذن ننظر إلى عبارة الدرجة الأعلى هنا وهي x، وننظر إلى عبارة الدرجة الأعلى هنا وهي x تربيع. يمكنك أن تتجاهل كل شيء آخر، وهذا في الواقع ما يبسط العملية. نقول كم خارج قسمة x تربيع على x؟ إذن x تربيع تقسيم x تساوي x. تضعه في منزلة ال x، هذه هي منزلة ال x هنا، أو منزلة x للقوة 1. إذن كم حاصل x ضرب x زائد 1؟ x ضرب x يساوي x تربيع، x ضرب 1 تساوي x، إذن هو x تربيع زائد x. والآن نطرح كما فعلنا هنا، على ماذا نحصل؟ x تربيع زائد 3x زائد 6 ناقص x تربيع زائد x، دعوني أكون حذرا جدا، هذا يساوي أريد أن أتأكد من أن الإشارة السالبة يتم تطبيقها على هذا كله.
إذن x تربيع ناقص x تربيع هذه يتم حذفها، ثم 3x ناقص x، دعوني أضع هذه الإشارة السالبة هنا، إذن هذا يساوي ناقص x تربيع ناقص x. حتى نكون واضحين نطرح كل هذا، 3x ناقص x تساوي 2x، ومن ثم ننزل الستة، إذن 2x زائد 6. الآن ننظر إلى عبارة الدرجة الأعلى x و 2x، كم خارج قسمة 2x على x؟ يساوي 2. 2 ضرب x تساوي 2x، 2 ضرب 1 تساوي 2، إذن نحصل على 2x زائد 2، لكننا سنطرح هذا من هذا، سوف نقوم بطرحها. بدلا من كتابة 2x زائد 2 يمكننا أن نكتب ناقص 2x ناقص 2 ومن ثم نجمعهم، يتم حذف هذان، 6 ناقص 2 تساوي 4، وكم ناتج 4 تقسيم x؟ بإمكاننا أن نقول أن هذا يساوي 0، أو يمكنك أن تقول أن 4 عبارة عن الباقي، إذن 4 هي الباقي. إذا أردنا أن نعيد كتابتها، x تربيع زائد 3x زائد 6 مقسومة على x زائد 1، هذا يعادل x زائد 2، x زائد 2 زائد الباقي مقسوما على x زائد 1، أي 4 تقسيم x زائد 1. هذا وهذا متكافئين. وإذا أردت أن تتأكد من ذلك، إذا أردت أن تنتقل من ذلك إلى هذا، فما يمكنك فعله هو أن تضرب هذا ب x زائد 1 تقسيم x زائد 1 وتجمع الاثنين، إذن هذا يعادل x زائد 2، x زائد 2، وسوف أضرب ب x زائد 1 تقسيم x زائد 1، إذن هذا يعادل ضربها بواحد، ثم نضيف 4 تقسيم x زائد 1 إلى هذا. لقد قمت بذلك حتى أحصل على نفس المقام الموحد. وعندما تقوم بعملية الجمع هذا، عندما تضرب ثنائي الحدود هذين ومن ثم تضيف الأربعة هنا، فيجب أن تحصل على x تربيع زائد 3x زائد 6. دعونا نحل مسألة أخرى، إنها ممتعة. دعونا نفترض أن لدينا نريد أن نبسط x تربيع زائد 5x زائد 4 تقسيم x زائد 4، إذن مرة أخرى يمكننا أن نقوم بعملية قسمة طويلة جبرية. يمكننا أن نقسم x تربيع زائد 5x زائد 4 على x زائد 4، مرة أخرى نتبع نفس العملية، ننظر إلى عبارة أعلى درجة في كل منهما، كم خارج قسمة x تربيع على x يساوي x، نضعه في منزلة ال x، x ضرب x يساوي x تربيع، x ضرب 4 يساوي 4x،
ومن ثم بالطبع سوف نطرح هذه من هنا. دعونا نضع إشارة سالبة هنا، ومن ثم نحذف هذه. 5x ناقص 4x تساوي x، 4 ناقص 0 تساوي 4، x زائد 4. ثم يمكنك أن ترى هذا الناتج، يمكنك أن تقول أن x زائد 4 تقسيم x زائد 4 تساوي 1، أو إذا لم تكن تنظر إلى الثوابت فستقول كم هو خارج قسمة x على x. حسنا، إنه 1 زائد 1. 1 ضرب x يساوي x، 1 ضرب 4 يساوي 4. سوف نطرحهم من الأعلى، لذا سيتم حذفهما ولا يوجد لدينا باقي. إذن هذا يبسط إلى هذا يساوي x زائد 1. ويوجد طرق أخرى يمكنك اتباعها، يمكنك أن تجرب تحليل البسط إلى عوامله. x تربيع زائد 5x زائد 4 مقسومة على x زائد 4، هذا يكافئ ماذا؟ يمكننا أن نحلل هذا البسط إلى x زائد 4 مضروبة في x زائد 1. 4 ضرب 1 يساوي 4، 4 زائد 1 يساوي 5، كل ذلك مقسوما على x زائد 4. هذه يتم حذفها ويتبقى لدينا x زائد 1. أي طريقة تتبعها سوف تنجح، لكن القسمة الطويلة ستنجح دائما، حتى إذا لم تتمكن من حذف العوامل هكذا، حتى لو كان لديك باقي. في هذه الحالة لا يوجد لدينا باقي، كان هذا يساوي x زائد 1. دعونا نقوم بحل مسألة أخرى لأن هذا مفيد جدا. دعونا نفترض أن لدي x تربيع دعوني أغيره دعونا نفترض أن لدي 2x تربيع. يمكنني أن أجعل هذه الأعداد في الأعلى بسرعة. 2x تربيع ناقص 20x زائد 12 تقسيم، في الواقع دعونا نجعلها مثيرة للاهتمام حتى أوضح لكم أنها تنجح دائما. أريد أن أنتقل لعبارة أعلى من التربيع، لذا دعونا نفترض أن لدينا 3x للقوة 3 ناقص 2x تربيع زائد 7x ناقص 4، ونريد أن نقسمها على x تربيع زائد 1. لقد فعلت هذا في الأعلى، لكن يمكننا أن نقوم بعملية قسمة طويلة لكي نجد الناتج أو إلى ماذا تبسط هذه. x تربيع زائد 1 مقسوم عليها كل هذا الموجود في الأعلى، أي 3x للقوة 3 ناقص 2x تربيع زائد 7x ناقص 4. مرة أخرى ننظر إلى عبارة الدرجة الأعلى، كم هو خارج قسمة 3x للقوة 3 على x تربيع؟ إنه 3x. نضرب 3x بهذا فنحصل على 3x للقوة 3، خارج القسمة عليه هو 3x، لذا علينا أن نكتب 3x هنا في منزلة x، خارج القسمة هو 3x. الآن دعونا نضرب 3x ضرب x تربيع تساوي 3x للقوة 3. ثلاثة x ضرب 1، إذا لدينا هنا 3x. إنني أتأكد من وضعه في منزلة x، وسوف نطرحهم. على ماذا نحصل عندما نقوم بذلك؟
يتم حذف هذا، لدينا ناقص 2x تربيع، ثم 7x لأنني قمت بطرح 0 من هنا. 7x ناقص 3x تساوي موجب 4x، ولدينا ناقص 4. مرة أخرى انظروا إلى عبارة الدرجة الأعلى، x تربيع وناقص 2x تربيع. ناقص 2x تربيع تقسيم x تربيع تساوي ناقص 2، نضعها في منزلة الثوابت. ناقص 2 ضرب x تربيع تساوي ناقص 2x تربيع. ناقص 2 ضرب 1 تساوي ناقص 2. الآن سوف نطرح هذا من هناك، لذا دعونا نضربهم بسالب 1، أو هذه تصبح موجبة. يتم حذف هذان. دعوني أبدل الألوان. 4x ناقص 0 تساوي 4x. ناقص 4 زائد 2 تساوي ناقص 2. ثم x تربيع، الآن هذه لها درجة أعلى من 4x، الدرجة الأعلى هنا لذا نعتبرها كباقي. إذن هذه العبارة يمكننا أن نعيد كتابتها لتكون مساوية ل 3x ناقص 2 زائد الباقي، أي 4x ناقص 2، كل ذلك مقسوما على x تربيع زائد 1. أتمنى أنكم وجدتم هذا العرض ممتعاً.